أول مرة قلت لوالدك إنك عايز تغني، قالك طب غني كده، غنيت، قالك أنت أخنف. ومش كده، هو قال لي هو قال لي ايه، انا كنت بقول له انا نفسي اغني، فقال لي يا ابني غني انت. هو كان بيهزر يعني، ابويا دمه خفيف جدا. كان بيهزر ولا كان بجد؟ لا كان بيهزر. هو بياخد الحاجات بتهريج يعني. بس هقول لك موقف قدامها برضو رفع معنوياتي جدا وخلق عندي تشالنج. لما لقاني بكبر ولسه متمسك بموضوع، يعني هو عايز يقول لي مزيكه ايه، فعايز يقول لي اي حاجه تراني انت احنا في يا ابني احنا خلاص. فلما لقاني متمسك قوي بالموضوع، قال هخلص الموضوع عشان اخلص منه، قال لي بقول لك ايه، يتكلف كام الالبوم ده؟ فقلت له اكس. قال لي طب انا هاجي اقعد معاك انت واصحابك. كنت ساعتها انا وكريم ابو زيد واشرف ابو زيد الله يرحمه ملحن، واحمد ابو زيد كاتب والشاعر، اولاد طبعا كاتب كريم محمود ابو زيد، كنا عاملين كده زي باند صغير وقاعدين ايه، مش باند بنلعب في اماكن، ان احنا نفسنا نعمل باند يبقى بنغني زي مثلا باكس بتحاولوا بويز. تكونوا باند. قال لي هاجي اقعد معاكم واسمع انتوا بتعملوا ايه. فقبليها قال لي خلاص اكس اعتبر نفسي عملته لك. فانا كنت اوزاري اكسايتد، يا جماعه ابويا جاي النهارده يسمعنا وخلاص احنا هنعمل البوم، هو هيدفع كل حاجه. فراح قعد معايا سما واحنا نازلين في العربيه، بص لي كده قال لي على فكره انا مش هعمل لك حاجه. فانا ليه انت وعدتني وجاي انهيار، انت ليه بتعمل فيا كده؟ وليه بعد ما تعشمني تقول لي لا؟ قال لي عارف انا جاي وفاكرك عيل صغير عنده حاجه نفسه يحققها فحققها له، اخلص. لما جيت لقيتك موهوب بجد، عارف ان انا عملت لك البوم هيتقال عنك ايه؟ الولد اللي ابوه انتج له، روح ابدا حياتك لوحدك، انت ذكي كفايه تعرف ازاي تبدا. طبعا الكلام ساعتها كان محبط جدا بالنسبه لي، وافتكرت بيقول لي كلام، بس فعلا لما عملت كده وابتديت فعلا اتعب، لفيت على شركات الانتاج، يا خرابي، شركات وملحنين وحياه مش شبهي خالص، وانا عندي مشكله في حياتي، ما بعرفش اكمبرومايز، ما بعرفش اتنازل لحاجه ابدا ابدا. اني عندي حاجات كده اتعلمتها بيسموها ديل بريكر، اللي هو انت لو قلت لي الشرط ده انتهى الموضوع بيني وبينك، مش هفكر حتى لو انا مش هحقق حلمي. فدول صعبين قوي مع بعض. بس لا، لقيت ان انا لازم اروح الحياه دي ولازم اتعلمها من تحت خالص، عشان لما اكبر فيها ابقى عارف المشاكل ممكن تجي لي منين وازاي هتعامل معاها، وابقى خدت اكسبيرينس كبيره، خبره كبيره في وقت قصير. فهو كان صح ولا انا اعتقد لو كانت عمل الموضوع بالنسبه لي بالسهوله دي كنت اي لوز انترست، حتى لو ما نجحش فخلاص انا مش عايز. لكن لما حصل كده وتعبت، بقيت حتى لو فشلت انا متمسك بحلمي، ان انا ضيعت وقت كبير وتعبت وقت كده مش هرميه كده. لكن لو كانت عمليتي سهله لا كان هيحصل هو قال عليه فعلا. فقدام دي هو عمل دي بصراحه يعني، هو لا كان في حاجه. طب انت بالنسبه لك لو كان حصل اللي هو قاله، لو كان انتج لكم الالبوم وكان الالبوم نجح وكسر الدنيا والناس قالت ده الولد اللي بابا انتج له، بس بعد كده موهبتك هي اللي اثبتت وجودك؟ ايزي كام ايزي جو يعني، كنت اتخلى عن حلمي مع اول. ده بتقوله عشان تريح نفسك تجاهه ولا عشان اصلا مش حد بينجح على طول يعني؟ حتى لو كان نجح اول البوم، مع اول حاجه تانية هتعرض لها خلاص اي لوز انترست، دي حاجات سهله جدا. لكن لو انت مثلا تعبتي عشان شخص معين، او تعبتي عشان تجيبي بيت معين، او عندك عايزه تعيشي معينه، بس بجد تعبتي عشانها هتحافظي عليها، ولو حصل فيها حاجه هتشوفي ازاي تصلحيها. ممكن حد يعمل كل حاجه صح وربنا مش رايد نجاح، اكيد ببساطه شديده. عشان كده وانا بعمل مزيكا او بعمل اغنيه انا ما بقعدش افكر هي دي هتعجب الناس ولا لا، اهم حاجه تكون عاجباني انا. ليه؟ عشان لا قدر الله لو نزلت فشلت ابقى اتليست احس ان انا عملت حاجه انا راضي عنها بس ما نجحتش مع الناس. لكن لو عملت حاجه غصب عني، اتفرض عليا مثلا اغنيه من منتج غصب عني ونجحت جدا، بفضل مش معجب بيها لان هي ما كانتش اختياري. وده حصل لي على فكره يعني، في اول اغنيه غنيتها لسه دي مثلا مش من الاغاني اللي بحبها خالص ومش ذوقي، ونجحت جدا لحد النهارده انا في حاجه بيني وبينها، مع ان هي لما اقول كده يقول لك ازاي هي دي فتحت الخير عليك انت فوت تحبها، اقول لهم لا عشان انا ما اخترتهاش، انا اتفرضت عليا.